السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الموريتانية، كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك. أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامجكم سيرة ذاتية. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة فم ضيوف من العيار الثقيل إن شاء الله تعالى، وسيكونون أيضا بإذن الله خفيفين كما تعودتهم، يقين نتحراون يلحق وقتهم. سابق نستقبل ضيوف معنا فنانة من الفنانات الموريتانيات، الفنانة الشابة فرحة من سيدي، لاهين كومانسو معاها إن شاء الله هذه الحلقة بأغنية عن رمضان. فرحة أهلا وسهلا بك. إذا خلوكم مع فرحة ونعود بعد فرحة إن شاء الله تعالى نستقبل ضيوف هذه الحلقة. يا حبيبي رمضان
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة اللي نستضاف لكم فيها ضيوف نعتبرهم من العيار الثقيل، خصوصا في شهر رمضان المبارك، لأنكم تعودتم دائما في شهر رمضان المبارك من خلال مسلسلات تراجيدية وكذلك كوميدية. معنا الممثل القدير بونو الميدة، مرحبا وسهلا. أهلا وسهلا. معنا كذلك الفنان أيضا القدير عمر كية، أهلا وسهلا. معنا كذلك أخونا أحمد فال، مرحبا وسهلا. مشاهدي الكرام، لنا نبدأ معكم هذه الحلقة بمسلسل اللي شفته على شاشة الموريتانية خلال هذه السنة، وهو مسلسل العائلة. ونحن تعودنا من هذا الثلاثي المميز انه دائما يبهرنا بعض المسلسلات من رمضان لرمضان، وانتم تعودتم ايضا في مسلسل كوميدي سلسلة ورطة في ورطة وغيرها. نبدأ معكم أعمر، عفوا أبونا، بالنسبة لمسلسل العائلة هذه السنة ونحن الآن في شهر رمضان المبارك ومشاهدين فاتوا شافوا منه حلقات، حدثنا عن هذا المسلسل وطبيعة التصوير وظروف الخاض فيها، وش يتميز به هذه السنة عن السنوات الماضية من خلال الأعمال خلال شهر رمضان المبارك؟ في البداية شكرا جزيلا لكم والتلفزيون الموريتانية، وهي تظهر اليوم في حلة جديدة تشرفنا كموريتانيين، تشرفنا التلفزة اليوم من خلال كادرها، من خلال محتواها ومضمونها، ولا غروة بحكم أولا الشباب اللي عامل فيها واللي يسعى لتقديم صورة مختلفة، وبحكم أيضا القيمين عليها لأنهم من أهل المجال هذا بداية. بخصوص العمل اللي يتابعوه الموريتانيين اليوم هو مسلسل العائلة، هو عمل درامي يأتي بعد تجارب سابقة نحن وتجارب أخرى لمشتغلين في المجال من أخوتنا وأصحابنا العاملين في المجال، لأن بدايات الدراما حقيقة بدأت من له سنوات، وهي بناء يشارك فيه الكل بلبنة لبنة لبنة إلى أن يصبح ذاك اللي نطمح له إحنا كاملين. بالنسبة للعائلة التجربة الثانية أو الرابعة بالمجمل دراميا هي التجربة الرابعة بالمجمل هي التجربة الرابعة يقر بالصورة اللي نسعى وإحنا أعلن تعود عليها دراما الموريتانية، هي التجربة الثانية بالنسبة لنا إحنا كمجموعة مستقلة. العائلة تابعوها الموريتانيين اليوم، أنا ما نقد نقول عنها شيء بيلي لا ينعود خلي الجمهور يتكلم على نفسه ويقع على ما هي طبيعتي أصلا، أنا الحكم عندي للجمهور ولي من الناس اللي تخرص برؤية فنية مختلفة ونقدها أصحابه يمتلكون أدوات فنية. هذه التجربة تتميز مجموعة من الأمور، أولها عنها تقدم أغلب نجوم التمثيل في موريتانيا، واحد اثنين أعلنها أصحابها فيهم واحدين عندهم تجارب تزيد على 20 سنة، وبالتالي يتوقع منهم عنهم يقدموا مادة مختلفة. الثالثة أعلن أصحابها نظيفين، نظيفين اللي نقولوها يعطينا خطوة تحتها، لأن الحقيقة مجالنا يحتاج للناس اللي نظيفة أخلاقا، نظيفة مروءة، نظيفة يعني في تجربتها المهنية، ما قد طلبتها ناقصة في تجربتها المهنية. وبالتالي هذه الأمور كاملة متوفرة إضافة للكادر الفني. هذا العمل يشرف عليه كادر فني متمكن، ومتمكن ذيك هم اللي مخلينها للناس تقول فيها ذاك ظاهر لها. احنا بعد نتحرى نهاية شهر رمضان ان شاء الله، احنا بعد اصرينا على الفريق الفني ايضا بالاضافة للممثلين عن نعود فريق فني متكامل، عن نعود فريق فني قادر على تقديم صورة وكادر نظيف وزين. المشاهد يعتمد اساسا على تماسككم انتم كثلاثي بعد قاع اللي دائما تعود تظهروا في بعض المسلسلات، وهذه ميزه اخرى ايضا المشاهد واثق فعلا العمل يلا يعود مميز، انطلاقا من كلكم عاد يعرف الاخر ويعرف طبيعته وايضا تمتلكون الخبره بتاكيد. ومعاكم ممثل ايضا قدير جدا هو أعمر وايضا قوس، الناس عرفتك قوس وشيف، واللي ايضا عندهم يتميزوا بطرافتهم ويتميزوا ايضا باسلوبهم اللي متمسكين به منذ يعني بداياتهم الى اليوم، ما زالوا متمسكين بذيك ومحمد راني ماني قابل مولي عن عندهم ذاك الجانب الاخر، هم مولي تراجيدي
فوالا تجبر ممثلين حقيقيين معنا ما نقدروا نختصروا مدى الكوميديا. شفناها على كل حال. درك لهنا دخلوا في بداياتكم. احنا بدينا بالعائله بالمسلسل اللي يشاهدوا المشاهد قناه الموريتانيه اليوم، وايضا برعايه وزاره الثقافه طبعا بدعم من وزاره الثقافه والصناعه التقليديه والعلاقات مع البرلمان وبشراكه متميزه ومشرفه نحن كمشرفين على العمل من خلال التعاون الذي ابدته الاداره العامه للامن الوطني مشكوره، والتعاون ايضا الذي ابدته وزاره الصحه وغيرها من المؤسسات والفاعلين الخدميين اللي تعاونوا معنا اياك نقدموا الصوره الحقيقه نتمناها وانها تعجب الموريتانيين. عمر شحالكم يا قلبها؟ بخير تبارك الله. ما شاء الله. انا سعيد على اني عدلت معاكم هذه المقابله وانكم موجودين معايا. بارك الله. لاني من اكبر المعجبين بكم انتم وايضا بخونا وبادائكم الرائع وايضا انكم زدتوا حاكمين بلاصتكم. بارك الله. لاني عدت لك ممثل هون وندورك تنتقدوا لي والله. تقول لي شكارتك علي ولا شيء فيديو هون فيه ممثل اختيارك تشوف لا دير اوكي وفتحوا انني ناخذ هي قول لي ذكرك باش قاع لا فتحوا تو خر مشاهدين ايضا يشاهدوا على جانب من الشاشه اخونا خرص معاه هذا لازم خرصوا خرصوا كاملين يوم خرصوا نينيو وياك نعلقوا عليه يعرف زمن جميل مولدي هذا زمن قديم الله هذا اي سنه لا يعود الله هذا بالضبط 94 94 والله بالضبط وطبعا ما شفنا فهم اختلاف هو نفس الشخص اللي تعرفنا عليه ذيك الساعه هو نفس الشخص الطريف نفس الشخص الجاد اظن ان اعمر ما هو لا يقدر يتكلم عن راسه به اللي ما هي اعمر الامانه الشهادة المولانا من اليوم اللي عرفناه الحمد لله أعمر لا أعمر نعرفه ما يتغير نهائي المشاهد يعرفه الرجل الطبيعي الموريتاني الأصيل الحقيقي اللي على طبيعته اللي تشوفه في التلفزة هي طبيعة أعمر الحقيقية أعمر راجل موريتاني حق وعادات وتقاليد البلد ما علمنا عليه من زين. الحقيقة زين لا نرجو لك مزلنا أخونا باللي أيضا عندنا فيديو حاكمين لك وحاكمين أيضا فيديو لبونا غير لين سولوك السبب نعت لك ذو وياك نتذكروا معاك بدايتك في ذا المجال أنت اكتشفت هذه الموهبة اللي عادت فيما بعد احتراف أنت أنا بدأتها مسابق هذا الفيديو اللي هو ظل مقطع له والله بدأتها كهواية تبارك الله تميت ماشي فيها نجحت فيها ومن درك كانك جاتك فترة قطعت فيها العمل وسافرت وعقبت رجعت مشيت شوي سافرت شوي ورجعت طيت كم سنة تقريبا سنة وثمانية أشهر ورجعت تقريبا وني رجعت متوحش تلفزيون والله متوحش والله. رجعت الميداني مدي ودخلت فيه وتقييمك العمل اليوم العمل الفني اليوم في موريتانيا مقارنه بذيك البدايات ذيك التسعينات وذيك الاعمال كنت تعدلوا ما نقدر نقوموها الاهل اللي شافوه هذا الشيء هم اللي بداوا يقوموا طبعا سبحان الله الاستاذ عمر متواضع بشكل كبير حتى انه ما زال يعمل في المجال وهو عنده القدره الكبيره انه قد يقيم الاعمال الفنيه اليوم والاعمال الفنيه في السنوات السابقه غير لا ما بيته لا ما بي طبعا اخونا نين شفناك مع عمر في السكتشات المسلسلات الاخيره سلسلات لاحظ انك ارتبطت به بشكل كبير وعدتوا تشكلوا ثنائي متفاهم امام الكاميرا وحتى المشاهد عاد نين يقول قوس لا بد يقول شيف نين يقول شيف يقول قوس عند في الخليج في مسلسلين قالوا طاش مطاش في ناصر القصبي وعبد الله السدحان هذو كانوا مرتبطين فتره انتم هون النسخه الموريتانيه المرتبطه اللي هو قوس وشيف مرتبطين بشكل شنو سر هذا الارتباط بينكم؟ بالنسبه لك ما قلت ارتباط المدى كل مده عندك مثلا عندهم هو ناصر القصبي عبد الله السدحان في مسلسلهم طاش مطاش نفس الشيء عند السودان مولي مسلسلهم قالوا طاش السودان واحنا زاد احنا مولي الحمد لله تميزنا بورطه فرطه عندنا في موريتان وسر النجاح الحمد لله لا في التفاهم الحمد لله ما فينا حد الحمد لله يكن في طيات وشله وخر صحيح ما فينا الحمد لله ماده يعني تشتغل هدف معين ياكنها تسمو بالواحله فيه تقدم رسائلها من خلال بالواحله فيه شعبها فاصل
هو المسرح الكوميدي. انت عندك مثلا على سبيل المثال عندك البن حامل وفرض عليك دير عليه سكريات هناك تشربه ولله المثل الاعلى. لابد انك تجيبوا لك في الغالب الكوميدي هناك تقدموا له. احنا الحمد لله تفاهمنا بهذيك الطريقه الحمد لله. اخونا انت اين بديت في المجال؟ اعتقد انك بديت في 2000 وشي والله سابق ذاك. انا المجال بدات فيه 2001 2001 في دور الشباب. كنا في فرقة أنا وبونا زميلي بونا محمد. من اكتشف خونا؟ ما ننسى أول نهار جايهم تركي يدربوا في دار الشباب بونا ذا ومحمد الزين وبابو الميني والتقليل عبد الحي والشباب كاملين كانوا في دار الشباب الجديدة يعدلوا المسرح ذيك الساعة يعدلوا جمعيات مسرحية. إذا أكتب نفس الجيل والله الحمد لله ذيك الساعة كنت فهمني بكي بكي شاسر عادوا تركي يقولوا لي شي خير. كنت يعني من ذيك الساعة الحمد لله ارتبطت أنا وبونا خاصة قاعد ارتبطنا ارتباط كبير من ذيك الساعة الحمد لله احنا في بلدي لليوم. جميل جدا. نتحول لبونا لنعت لك فيديو تشوفه وهو تقريبا يعود للناس 8 سنوات ولا 9 تشوفوه تعودوا نسألكم بعض الأسئلة. وهو طبعا المشاهدين يظهر لهم على الشاشة. افتحوا أعتقد هذه النسخة الأولى من ورطة فرطة والله سابقة. النسخة الأولى من ورطة فرطة. هذه الفكرة من منين جاتك وتجربتكم هذه؟ نظري كانت تجربة ناجحة لمرحلة أنكم قررتم أنكم تواصلوا منها سلاسل أخرى نسخة أخرى متلاحقة. إحنا كنا فريق واحد وما زلنا إلى اليوم، وهذه ميزة أخرى نتميز بها عن بقية الفرق وعن بقية الجماعات المشتغلة في المجال. عندنا من يوم بدأنا إلى اليوم الحمد لله ما قط فرقتنا لا الفضاء، لا قط فرقتنا لا السياسة، لا قط فرقنا الشماعه على الطريق. وهذه ميزة قلت في هذا البلد، قلت لأنك تجبر مجموعة واحدة تعمل في مجال المدة تزيد على 20 سنة ما قط فرقة الفضاء ولا الأمور اللي ما تنفع ولا الأمور رقيقة. هذه ميزة يتميز بها هذا الفريق عن بقية المشتغلين في المجال. تفكيرنا واحد كاملين. في لحظة معينة خسرنا مخرج لا نجبر الفرصة نتكلم عنه في أقل من دقيقة رغم أنه يستحق الكلام ساعات كثيرة ولا يتوفي حقه، وهو المخرج أحمد دول محفوظ. يواجع ياسر من الموريتانيين ما يعرفوه فايتهم عنه جل النجاحات سواء كان في المسرح أو لا أحمد مخرج من نوع آخر، مخرج ملي يتميز بجميع الفنيات أيضا، والزين اللي فيه أنه ما يتكلم عن رأسه ولا 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 تشبره القدام، يعني قرعيه تمساك تتوفه له في الصورة رغم أنه لا توجد صورة محترمة صنعت بطريقة متميزة في هذا البلد إلا وكان وراءها أحمد دول محفوظ. تفكير في ورطة في ورطة قبل أن تتحول إلى شيف وقوص يوميات شيف وقوص، التفكير فيها من الجانب الفني كان لأحمد دول محفوظ. ياك نعودوا أمينين لأحمد دول محفوظ وتحدث عن معرفة. للجانب الآخر المتعلق بالمضمون وغيره اشتغلت عليه أنا وبابا. طبعا يعني تصريحكم هذا يعتبر نوع من الاعتراف بالجميل لهذا الرجل. انا بالنسبه لي احمد وهي عمر
بالنسبة لأحمد اللي ذكرته اليوم، اعترفت له بالجميل وذكرته على أنه كان هو السباق في الأفكار الفنية في فرطة فرطة، وهذا شيء جيد. لا أحمد هو اللي يليق مولي يليق بالمشتغلين في المجال، عنهم حد وراء فكرة، والله وراء نجاح معين، والله وراء عمل نبيل يجب أن يذكر، ويا الله تنا نقولوا ما نكسحوا منها، ولا مولي يلوح احنا قلة الرغبة فينا نقولوا فلان مبدع، الله فلان مضبوط، الله فلان، وهو جميل. أحمد استثناء الحقيقة. بونا لينجيز فاصل ولا نرجع نصوركم عن بداياتكم وين تكتشفتوا الموهبه. هو ملي النسخه الاولى من ورطه هو المعدل. صحيح معدلها بونا، معدلها احمد المحفوظ فنيه. الله جميل. اذا لا ينقصوا فاصل، وبعد هذا الفاصل ان شاء الله ولا نرجعوا ونعود نسولوا بونا عن بداياته. إذن أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد في هذه الحلقة. اللي يميز أيضا هذه الحلقة أن إن شاء الله دون حاول نعدل من الجزئين، نواصل معاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. غير سابق تنتهي هذه الحلقة لين تحول بونا. بونا شربتوا كاس؟ نشربه بعد إن شاء الله. شرب به لين سألك عن بداياتكم في هذا العمل. ما نسألك عن بداياتكم على الشرابة تاعي، ولكن بداياتكم في العمل السينمائي. احنا مرحلة مراحل شفناكم دائما في الأعمال الكوميدية، بعد ذاك فاجأت المشاهد بعمل درامي. أنا أول مرة أشوفكم في أعتقد في السجن والله في شيلاكيتو، وبكيتوا فيه بكاء شديد، حتى المشاهد تأثر. يعني أول مرة أشوف مشاهد يتأثر بممثل بهذه الدرجة اللي ما أعتقد في 2018 والله 2017 ما نعرف ذيك الفترة. بعد تكلمنا عن بداياتكم ومن اكتشف بونا. أنا بداياتي كانت في المدرسة، المعلمين والمحيط التربوي اكتشفوا الموهبة، إضافة للمحضرة اللي كنت فيها فاطنوا للصوت بداية مثل المسجد الشير، وفي المدرسة تحولت شور الأيام التربوية ظاهرة الموهبة كاملة. ومن بعدها دخلت دور الشباب من 98 بالضبط. أنا اليوم عمري مهنيا 23 سنة ما شاء الله. وبخصوص الدراما، أنا في الأصل رجل مسرح، والمسرح ما يقاس بحد قاع سوى منه، لا أهل السينما ولا أهل التلفزيون. تمثيل مباشر يعني ما هو محتاج. أنا رجل مسرح، وكيف إخوتي هؤلاء الاثنين. نحن ميزتنا عن بقية المشتغلين في المجال خاصة الممثلين، عن جئنا من المسرح، الممثل القادم من المسرح يختلف عن الممثل القادم من أماكن أخرى. لذلك ليس غريبا أن النرجاج يتحول من هذه الشخصية إلى شخصية أخرى، ويستطيع الإقناع به. اللي من استطاع أن يقنع المتلقي على الخشبة سيكون من البساطة بالنسبة له أن يقنعه في التلفزيون أو في السينما. صحيح. وأنتم مميزين ما شاء الله في لا هذا الأداء. أنا أتكلم كمشاهد. ولكن من اكتشف بونا؟ في المسرح في شخصية بونا الممثل اكتشفوها ياسرين، اكتشفوها زملائي أصدقائي اللي كنت نشتغل أنا وهما، بالإضافة طبعا للمخرجين اللي اشتغلت معاهم سواء هون في موريتانيا وسواء خارج موريتانيا. لأني أنا ما قدمت أعمال في موريتانيا فقط، أنا عدلت أعمال مسرحية في خارج موريتانيا وفي أكثر من دولة، واحتكيت بمخرجين عرب ومخرجين أجانب، واشتغلوا علي ياسر من المخرجين على الصوت، واشتغلوا على الجسد، واشتغلوا على غيره، وبالتالي ما نقدر نسمي واحد منهم عن واحد عن عضو ولمت. جميل. سابق نتحول لأخونا عندي له أيضا فيديو هون قدعد ما يتوقعه غير فيديو نختاره ويتكلم عنه، اللي كانت مرحلة مفصلية في حياته وربما الفنية. السؤال اللي سابق ننهي هاي الحلقة بي اللي مازلنا متواصلين إن شاء الله في حلقة قادمة، هو علاش ما نشوف ممثلين موريتانيين في مسلسلات عربية، وعلاش ما نشوف ممثلين عرب في مسلسلات موريتانية؟ علاش ما يخلق فم دمج مع الممثلين العرب في مسلسلات عربية كما شفنا بعض البلدان المغرب العربي اللي عادوا يمثلوا في بعض المسلسلات المعروفة عربيا؟ علاش ما يعودوا فم ممثلين موريتانيين يمثلوا في مسلسلات تاريخية ولا مسلسلات أيا كان نوعية المسلسل؟ شوف، يعني نتكلم عن ناحية التمثيل، نحن لدينا ممثلون قادرون على المنافسة، رغم أن ما عندنا معهد
للفنون الجميله، ما عندنا معهد المسرح، ما عندنا معهد السينما، ولا معهد مثلا معاهد الفنون الجميله ما هي عندنا. الممثلين اللي عندنا بحكم التجربه وبحكم الاحتكاك قادرين على المشاركه في اعمال عربيه سواء كانت سينما او مسرح او تلفزيون. يعني ايش حاصرهم؟ ايش بيهم؟ لا حاصرهم على انه تخلق اول، انت ما تقدر تعود تلود للشهره خارجيا وانت لم تولد بعده في وطنك. حينا بعد قاعدين يعودوا، عندنا دراما، عندنا السينما، عندنا مسرح، وذا مسؤوليه الدوله. لانه جل التجربه المسرحيه والتجربه الثقافيه بصفه عامه اليوم تاريخيا لم يصنعها الا الممثلون. يعني ما فهم تخصص، ما فهم الدوله اللي سوء الحظ غائبه الى اليوم، وهو ما نتمنى انه يتغير اليوم، بحيث على انه يخلق معهد، المعهد اللي خالق اليوم يتم تفعيله. جميل. التلفزيون يشتري انتاج قادر على انه يظهر، نحن الاخر لا يتعرف علينا، لا يشوفنا في خلال اعمال والله في المسرح ولا السينما. اذا بونا عندي فيديو هون قد يعود مهم بالنسبه للمشاهدين، اللي يتحدث عن لحظه مفصليه في الحياه المهنيه لاخونا معروف مشهور بقوس. اخونا هالفيديو لان نعطيه لك غير في الحلقه الجايه. اذا مشاهدينا الكرام، لا ننسى ان نشكر قاعه قصر النخيل التي تستضيف هذا البرنامج اللي هو برنامج سيره ذاتيه، ولان حاركين عن القاعه الليله باللي لا نكمل ان شاء الله تصويرنا غير لا تشوفوا لا يخلق فيها في الحلقه الجايه بحول الله تعالى. الى ذلك الحين في امان الله.